السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير عليكم. شوفوا هي هذا الفيديو على كل حال تهبط في صباح الخير عليكم. بصح انا راني لو سوا نقول لكم مساء الخير عليكم. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا مهنيين وبخير على خير. كيما راكم تشوفوا يا البنات، خوتكم راهي غريبي، راني بتيزانه وجايه نحكي شويه معاكم. اليوم انا جايتكم بواحد التدبيره ان شاء الله تعجبكم. راكم تشوفوا اوني لو سوار، وليداتي راهم راقدين، وانا راح ندير كيش نقولوا حنايا، انا راح نعقم البيت ديالي بالكاليتوس. كانت امي الله يرحمها زمان كي واحد فينا يمرض لا غريب ولا كانت تجيب الورق تاع الكاليتوس وتغليه وتبخر الدار كامله. علاش؟ الكاليتوس يقتل الميكروبات ويقتل لي بكتيري، يعني باش ما نتعداوش وباش واحد ما يعدي واحد. كانت هكذا، هذه هي اي سا مارشي بيان. دوكا الحمد لله الحاله راهي تطورت، الناس اللي ما عندهمش الكاليتوس قدامهم ولا كاين الزيت الاساسي تاع الكاليتوس البنات، وكاين هذا لو ديفوزور، هذا اللي نعطروا به البيت، نعقموا به البيت. الديفوزور شفتوه شحال من مره معنا تاع بيوبا بيور نيسانس، عندهم هذا الديفوزور. فيه هنايا شوفوا البنات، فيه لو كابل ديالو، نحطوا فيه الماء، نحطوا فيه اي زيت عطري، قادرين نعطروا البيت، وقادرين تاني كيما انا دوكا راح ندير هاهوليك الزيت تاع الكاليتوس البنات، الويل اسونسيال تاع كاليبتوس. جاب لي ربي شعل الضو باش تشوفوا مليح معايا. استناو تشوفوا، شوف شويه التيزانه، راني درت اون تيزان تاع الزعتر، درتها بيان دوزي هكا باش تقتل لي الميكروب. نشعل الضو لحبيباتي ونولي ليكم. هاوليك البنات، هاهو الزيت الاساسي تاع الكاليبتوس. مليح هذا البنات في الدار، مليح فريمون. كيما دوك انا في لا سيزون تاع الشتاء نلقاه كي الحسنه، كيما دركاتي كان باش ما يتعداش ولادي، دوك نبخر هنايا في الصالون، زيد نبخر في بيتهم، يعني نحط هاد الديفوزور يتلق يعني بارتو في الدار، هكذا ان شاء الله يعني وليداتي ما يتعداوش. علاش؟ باسكو قاتل لي باكتيري. ما درتها معكم في الخلطه تاع الكريستو، علاش؟ بيسك هذاك الخلطه كي نديروا لها هاد الزيت الاساسي تختلف على كيما نديروهاش، فريمون تعطي اونيفيكاسيتي هايله. ما بنات كاين وصفات تجميليه كيما كونتخ لاكني، الحب الشباب، الحب هذاك اللي حاشاكم يدير يقيح كوا، هذا الزيت بزاف بزاف مليح. قلت لكم البنات تلقاوه في لي فارماسي، لي فارماسي في لي غون سيرفاس، في العاصمه، في الجزائر العاصمه. والناس يعني بيان سور اللي ما تلقاش في لي فارماسي عندهم، كاين نقدروا نشوهم باغ انترنت. برومي البنات نحط لكم كيفاش يعني الموقع اللي تقدروا تشرو منه في صندوق الوصف. ميم ديفيوزور البنات يتباع كيف كيف لي فارماسي تو سا، لكن تانيك تقدروا تشروه يعني عبر انترنت. فوالا يديروا لكم ميم لا ليفريزون حتى للدار، يعني المنتوج يلحقوه لكم حتى للدار. دوك نوريكم الطريقه كيفاش نمشيه وكيفاش ندير الزيت الاساسي وكيفاش نستعمله. هاوليك البنات، شوفوا ندير القطرات تاع زيت الكاليتوس. بسم الله، فوالا انا اللي حبتها دوزي باسكو راني نبدا ميكروب. واش نقولكم؟ وندير هكذا الماء، فوالا هذا هو، ما كترش الماء، باك نغلق ما كاش ما اسهل. وهذا لو كابل اللي يجي معاه بيان سور، هاهوليك لو ترو وين نحطه، يلصق في شارجور ولا في بي سي ولا هكذا، فوالا. وباك هنا عندنا اون توش، هاهوليك دوك هنا تبدا تخرج في هاهوليك لو ديفيوزور. هاكو تشوفو، شوفو كيفاش هاهوليك يخرج لي في البخار. هذا هو البخار اللي بيان سور ينحي لي لي باكتيري وينحي لي يقتل لي كاملة الفيروس تاع لا غريب. شوفو البنات هنايا باك تقعد تتبدل لا كولور، باب المنظر ديالو جميل. وبيان سور ميم في التعطير مثلا كي نخدمو شغلنا نغلقو تواقينا، وبعد كي نديرو زيت اساسي تاع اي حاجه، يعني اي ريحه، ريحه نحبوها ونحطوها هكذا، فريمون منظر وهمه وشان وريحه. وبيان سور مع هاد هاد المنظر الجميل، جو بروفيت نحكي لكم واحد القصه كانوا يحبوها بزاف المشتركات تاعي، وكانوا يعني يضحكوا كي نحكيها لهم. نحكي لكم على زمان في وقت القصبه. يقول لك واحد النهار كانت واحد المراه مسكينه في الطياب شويه شويه، وكانت يدها دايما تدخل من القدره ديالها بالماء سكيفي ما تعرفش تمرق.
واحد النهار كيما العاده والعوايد، واش نقول لكم، حكمت دوزنت هذيك القدره ديالها تاع الشربه وقلت مليح اللحم ديالها، وباك اب تخماتو بالماء. اما انا تيك خزرت في القدره ديالها، خلاتها تغلي تغلي والو، حتى معمرتها بالماء خلاص تخمتها بالماء. الوغ كانوا ناس زمان يخافوا من الراجل، يخا الراجل قريب يدخل. واش راح دارت؟ حكمت نقصت من المرقه وحطتها في ماعون وخباتها مرتاقه. قلك هكا باش راجلي ما يفيقش. ايه جا المخلوق مسكين عيان من الخدمه. البلاتي كي البنات سقعت له، هو رمى المغرف ولقى الحاله عميه برك غير ميمان. ايه ضرب لها معنا، قالها ايه المراه المراقه مرزاقه. فرحت حسبت لها ويشكر فيها، قالت له ايه مالا كان تشوف لي في الطاقه فضحت روحها مسكينه، حسبت لها راه ويشكر فيها، قالت له مالا كان تشوف لي في الطاقه. يعني هو ضربها المعنى مسكينه وهي راحت في هذاك الخيط. المهم حبيباتي، هذه هي بالنسبه يعني للتدبيره والحاجه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. هربنا شويه من الكوزينه، وبخومي البنات نوعدكم الوصفات كامله اللي طلبتوهم مني نعاودهم، وان شاء الله يكونوا من وصفات جداد. الصحه ولهنا هذا ما كان، واني هنا درت لكم قدام الدرع البنات الفضي والذهبي ديالي ولا شفيتوا عليه. نقول لكم يعني حبيبات قلبي، نوصيكم انكم تدعوا معايا، ربي ينصرني على من ظلمني. يا خي البنات هادا واش ندوموندي منكم، وكما يقولوا الصحه ولهنا هذا ما كان. وقلكم لكم دوكا حبيباتي الى فيديو واحد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.